وللمزيد حول أسواق العملات ينضم إلينا مباشرة من عمان أحمد عزام محلل المال الأول في مجموعة إكويتي. صباح الخير أحمد، شكرا انضمامك إلينا. لنبدأ مع قرار المركزي الياباني وتراجع سعر صرف الين، هل من المتوقع استمرار انخفاض الين الذي طبعا زوج الدولار ين كان قد انخفض من مستويات 150 ين خلال الأسبوعين الماضيين؟ صباح الخير ناصر، شكرا للاستضافة. نعم، ارتفاعات الدولار مقابل الين أو انخفاض للين الياباني جراء تثبيت أسعار الفائدة، تصويت بالإجماع 9 أعضاء صوتوا على تثبيت أسعار الفائدة بالنسبة لقرار بنك اليابان، كان متوقع بشكل كبير ناصر أن يكون هناك تثبيت أسعار الفائدة وعدم التغيير في منحنى عوائد السندات. عندما ننظر إلى الأرقام المحيطة أو حتى لسياسة اليابان، بكل تأكيد اليابان دائما ما تتأخر دائما ما تتجه إلى الاستمرار بسياسة نقدية الفترة الزمنية أفضل من البنوك الأخرى، لكن التضخم أعلى من المستويات المستهدفة بالنسبة لبنك اليابان لمدة عام، بعيدة كل البعد عن المستهدف أعلى من 3% لفترة زمنية قد تعتبر طويلة جدا نظرا لشيخوخة الديموغرافية اليابانية أو التركيبة السكانية بالنسبة لليابان. فلذلك قد يكون التوجهات بالنسبة لتغيير السياسة النقدية وارد. إحدى الحلين ناصر هنا موجود بالنسبة لبنك اليابان في الربع الأول أو الربع الثاني عام 2024، إما التخلي عن منحنى عوائد السندات وعلى يبدو بأنه نعم تفضل أحمد. نعم ناصر، أو التوجه إلى السياسة النقدية التشددية، وهي ما قد تكون تاريخيا إشارة جيدة. دائما ما يتجه تغيير السياسة النقدية في اليابان عندما يتوقف الفدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة أو تغيير دورة السياسة النقدية. تاريخيا قد تكون الظروف مهيئة بالنسبة لليابان، الشرط الوحيد على ما أعتقد يجب أن يكون متواجد في الاقتصاد الياباني هو الأجور. ارتفاع الأجور في الفترة القادمة قد تعطي الراحة بالنسبة لليابان لتغيير السياسة النقدية، مما يعطي بأن الين الياباني قد يستفيد في عام 2024 جراء تغير السياسات النقدية، انخفاض أو تخفيض أسعار الفوائد من الاقتصادات الكبرى، رفع أسعار الفوائد. بكل تأكيد بنك اليابان لم يتجه لرفع أسعار الفوائد كما فعلت الاقتصادات الكبرى، قد يكون توجهات بخطى قليلة جدا كما يذكر الفدرالي الأمريكي الحذر، لكن الحذر كامل عند بنك اليابان على ما أعتقد ناصر. فرفع أسعار الفوائد قد يكون هنا تباين السياسات النقدية قد يعطي الين الياباني لأداء جيد على ما أعتقد أو أداء إيجابي في عام 2024. قد نتجه ناصر لبعض التصحيح، هناك مؤشرات فنية 3 white soldiers على المخطط الفني بالنسبة للين الياباني، قد يكون هناك بعض التصحيح إلى مستويات 148 حوالي 148-150، ثم قد نرى توجهات هبوطية لزوج الدولار مقابل ين، أي أن يستفيد الين الياباني في عام 2024 135 على ما أعتقد على اللونج رن أو على المدى الطويل ناصر قد تكون ممكنة في عام 2024. قد يكون الين الياباني الحصان الأسود كما هو الدولار الأسترالي على ما أعتقد في عام 2024. يعني أنت جئت على ذكر الدولار الأسترالي، وكنا قد شهدنا اليوم صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي، الاجتماع الأخير يعني كان هناك واضح بأنه أعضاء المركز الأسترالي فكروا جديا برفع نسب الفائدة لكن أحجموا عن ذلك. هل ما زال هناك احتمالية قيام فعلا بنك أستراليا برفع نسب الفائدة بالرغم من توجه معظم البنوك المركزية عالميا نحو التثبيت أو التخفيض؟ نعم ناصر، على ما أعتقد على الأقل قد يكون بنك أستراليا يفكر جديا بالبقاء على أسعار فائدة أطول الفترة الزمنية أطول من الاقتصادات الكبرى. هذا على ما أعتقد هو الورست كيس سيناريو أو السيناريو الأسوأ بالنسبة لبنك أستراليا، نظرا لأن أرقام التضخم حتى لو لاحظناها في الفترة الماضية كان هناك تغيير على مكونات التضخم في أستراليا، عمل تريند إنفليشن غير كل البنوك الأخرى، ولا يزال أرقام التضخم مرتفعة. النمو الاقتصادي في أستراليا مقارنة بالاقتصادات الكبرى قد يكون نوعا ما في حالة أفضل ناصر، لذلك قد يتيح بعض الوقت، يتيح بعض الظروف لبنك أستراليا للتوجه. لو نظرنا حتى لنبرة أعضاء أستراليا
هي النبرة الصقورية الأكبر حاليا في بين جميع البنوك، بالرغم من أنه محضر اليوم هناك نبرة أقل حدة، لكن على ما أعتقد لا تزال هناك نبرة تشددية أكثر من البنوك الأخرى. رفع أسعار الفائدة قد يكون أقل، يعني أعطي احتمالية أقل بالنسبة لبنك أستراليا، لكن البقاء على أسعار فائدة بالنسبة لبنك أستراليا، بنك بريطانيا أيضا قد يكون لفترة زمنية أطول من الاقتصادات. طبعا بعد اجتماع الفدرالي الأخير كان هناك العديد من تصريحات أعضاء الفدرالي، كلها كانت محاولة للتشديد بأنه الخفض الفائدة لن يأتي في أي وقت قريب، أكيد ليس في شهر مارس كما يتوقع البعض في السوق. لكن تصريحات عضوة البنك في سان فرانسيسكو ماري ديلي يوم أمس لربما أعادت التأكيد بأنه فعلا الفدرالي متوجه لخفض الفائدة، بالتالي تتوقع أن تكون التخفيضات للسنة القادمة أكثر من 75 نقطة أساس التي يتوقعها أعضاء الفدرالي؟ يمكن نصر تتفق معي بأن الفدرالي الأمريكي دائما ما اعتدنا عليه هو السياسة النقدية رد فعل على البيانات الاقتصادية، بما أنه ما في عندنا بيانات اقتصادية داعمة للتوجه لتغيير السياسة النقدية، على ما أعتقد الفدرالي الأمريكي قد يتجه إلى البقاء على أسعار الفائدة. شهر ثلاثة ما تتوقع الأسواق قد يكون مبالغ في نصر بناء على البيانات الاقتصادية المتواجدة بين أيدينا حاليا، سواء من النمو الاقتصادي، لأنه إذا أخذنا محضر الفدرالي الأمريكي على أنه الركود في عام 2024 وارد، نحتاج ربعين متتاليين للنمو الاقتصادي بشكل سلبي، يعني رح يعطينا 6 أشهر. لو أخذنا أرقام الإنفليشن، أرقام التضخم، نعم عند 3%، قرابة 3%، 3.1% وأعلى من مستهدف الفدرالي الأمريكي، لكن ناصر كل ما عم نمر بالوقت الزمني 12 شهر عم نزيل أعلى الأشهر بالنسبة لقراءات التضخم، فإحصائيا كل ما عم نزيل أرقام التضخم المرتفعة فممكن أن نسجل موجة جديدة من أرقام التضخم المرتفعة. فلذلك الفدرالي الأمريكي عندما ذكر بحذر توجه بحذر لتغيير السياسة النقدية، على ما أعتقد كان يعني هذا الكلام. الأسواق أخطأت في الفترة الماضية بالتوقعات، والفدرالي الأمريكي أيضا أخطأ بكثير من التوقعات، لكن الفدرالي الأمريكي سيحتاج واحد من الاثنين، إما يكون التضخم 2% عشان يكون سعر الفائدة الحقيقي تشددي فعلا، أو يكون عندي قراءات للنمو الاقتصادي السلبية أو توجهات سلبية. لذلك ما ذكروا جولدسبان وويليامز ببداية الأسبوع في مطلع الأسبوع على أن تجديد السياسة النقدية قد يكون مبالغ، أو عفوا تخفيف السياسة النقدية وتوجهات الأسواق قد يكون مبالغ فيه نوعا ما، أميل إلى هذا التوجه ناصر، خاصة بأن البيانات الاقتصادية مش داعمة لحتى الآن. 75 نقطة أساس قد أعتقد لحتى الآن بناء على الأرقام الاقتصادية الموجودة قد تكون مجدية، حتى قراءة يوم الجمعة البي سي إي مؤشر الإنفاق والاستهلاك الشخصي قد تكون عند 3.1% هو مؤشر مفضل للفدرالي الأمريكي، بعد ما نحى السي بي آي والكور سي بي آي صار يتجه إلى قراءة البي سي إي 3.1% أعلى من مستهدف الفدرالي الأمريكي. ليش الفدرالي الأمريكي بده يتجه لتخفيض أسعار الفائدة أو يكون نبرته حمائية بشكل كبير في الفترة القادمة، بما أنه الأرقام الاقتصادية حتى الآن لا تدعم التوجهات لتخفيض أسعار الفائدة؟ فأعتقد بناء على الأرقام الاقتصادية 75 نقطة أساس قد تكون واردة. شكرا جزيلا لك من عمان أحمد عزام، محلل المالي الأول في مجموعة إكويتي.